بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام مبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جئنا اليوم نحن شيبة العدل الإحسان، لبينا نداء الفعاليات السياسية والشبابية والنقابية بالدار البيضاء داعية لهذه المسيرة التضامنية مع الشعب الفلسطيني، خاصة لإخواننا في غزة الذين يقصفون صباح مساء من طرف الصهاينة الغاصبين. رسالتنا الأولى في هذه المسيرة إلى الشعب الفلسطيني الأبي، نقول لهم اصبروا وصابروا ورابطوا واستمروا، إن الله معكم، إن الله ناصركم. رسالتنا الثانية إلى الصهاينة الغاصبين، نقول لهم إن الله سبحانه وتعالى يمهل الظالم ولا يهمله، فمعركتنا الفاصلة التي وعد بها رسول الله صلى الله عليه وسلم قريبة إن شاء الله، يوم ينادي الشجر والحجر المسلم يا مسلم إن يهوديا ورائي تعالى فاقتل. رسالتنا الثالثة إلى حكام العربي، إلى حكام الهزيمة، نقول لهم يجب أن تستفيدوا من الدرس التونسي والدرس المصري والدرس الليبي، فما الربيع العربي عنا ببعيد، ونحن نازلنا سنعيش موجات إن شاء الله تعالى من هذا الربيع، فمصيركم إن لم تأخذوا الدرس، إن لم تتعلموا العبرة، فمصيركم ومصير كل هؤلاء الأنظمة الجبانة التي استكانت والتي تواطأت مع الصهاينة الغاصبين، وتحية نضالية.